كان السبب بنزوح عشرات الالاف من الغوطاء، ولا سياسي ولا مجالس ولا عسكري. لذلك كان هذا الاجتماع مع المجالس المحلية ومع المنظمات الداعمة من أجل أهلنا الذين اضطروا أو أجبرهم النظام على الهجرة إلى شمال سوريا، سواء بهذه المنطقة، منطقة شمال حلب اللي بتنتم من جرابلس إلى عزاز إلى عفرين إلى غرب حلب إلى إدلب. كانت كيف نتعامل مع هذه الهجرة التي وصلت تقريبا إلى 70,000، ويعني هذا رقم كبير، 70,000 في صلوب بدفعة واحدة. الدول المستقرة تعجز عن استقبالهم وتأمين الإيواء والمدارس والصحة. حقيقة مشكورين يعني اليوم لإخوي إنه كيف نتعامل مع هذه الحالة الطارئة، كيف نؤمن أول شيء سكن جماعي ثم التوزيع على المنازل، كيف نأمن اللي كانوا بالمدارس الصحة، أيضا التعامل مع المنظمات، أيضا التعامل مع أشقائنا الأتراك اللي أيضا عم يشاركوا بقدر مهم بهذه العملية، وشلون بدنا نسهل جميعا ونتعاون بحيث نخفف عنهم ما أصابهم وننقلهم من حالة الاستقرار إلى إن شاء الله الاستقرار في بيوت مقبولة، ونقدر نخلي أولادهم يعودوا للمدارس، ونقدر نرعى الجرحى اللي وصلوا.